صديقي كيف حالك؟ شفت الفيديوهات اللي سووها سديم عن التنمر مع سائد ويوسف ومش عارف مين، ما سووهاش معي، فايش رايك انا وانت نسوي فيديو عن التنمر وبنفس الوقت تساعدنا اننا اصور فيديو التحدي اللي طلبوه مننا في سديم؟ وكمان عندي تساؤل، يعني ايش السر اللي خلاك تقرر تسوي برنامج اسمه كوكبة وتساعد الناس؟ صراحة انا احس انه في قصة وراء هذا الشيء واتمنى اننا نعرفها، فهل بتساعدنا؟ بتبيع عن سيادك وانت زيد بتساعدني على خاطر ذهل لي قصتك مع التنمر والسؤال اللي سلتولي نجم يعاوني بارشا في التحدي متاع جماعة ذي. يا جماعة سامحوني باش نقص على ساوند بوث، عنا تحدي كبير يستنى فينا. وانتوما تحبوا تعرفوا شنو السر وراء كوكبة؟ كوكبة كل أسبوع نختاروا صانع محتوى نعاونوه يتطور في البرودكشن فاليو متاعه. اضغط على زر الاشتراك وما تنساش كنوز باش ما تفوتك حتى حلقة. مازن يوتيوبر متاع كوميدي وانترتينمنت، قناته تمتاز بالتنوع والاستمرارية. الانتاج تقنيا جيد على رغم الامكانيات المتواضعة، لكن يحتاج لتطوير في جودة الإضاءة الصوت، ونرأى انه لازم يخدم شوية على الخلفية ويزيدها اكثر عمق وألو. اليوم باش نتعلموا كيفاش نعملوا تشماريك سيراب ونحتاجوا برشا معدات. واول حاجة الفوجي اكس 3 كالعادة اندرو تيست، لكن نحتاجوا شوية حاجات اخرين كيما ترايبودز، زيد إذا كما تشوفوا هذه غرفة مازن اللي باش نحولوها من هذا إلى هذا. باش نتحصلوا على حاجه هكا لازمنا اول حاجه اضاءه رئيسيه، ذا كي لايت. وانا اخترت ضوء ال دي يعطي حاجه تشبه ضوء الشمس، احادي الخليه، وركبت معاه سوفت بوكس لتشتيت الضوء، معاها شبكه تمنع وصول الضوء للخلفيه، وهكا التصوير الكل والفريم الكل بصفه عامه تجينا ظلام ودراماتيك. الكي لايت هذايا يتحط 45 درجه من اتجاه الكاميرا، يمين ولا يسار حسب الظروف. ثاني ضوء هو ضوء الحافه الايدج لايت، اخترت LED RGB light bar Bluetooth control، نفصل به مازن على الخلفية وهو يكون في 45 درجة من الاتجاه المقابل للضوء الرئيسي. ونتعديو للخلفية اللي اخترت لها زو سمارت لامب اللي نتحكمو فيهم بالسمارت فون، واخترنا لون الأزرق. أخيرا إضاءة التزويق، اخترت إكليل ضوئي USB. المعدات الكل تلقيو اللينك متاعهم في الديسكريبشن. في نصيحة مهمة قالها لي على إنه مش تصور وبعدين تعتمد على تعديل الألوان وتقول أنا بسوي color correction وخلاص، لا، لازم من البداية تخرج بأحسن كواليتي بالتصوير عشان ما تعدلش ألوان أو يكون في أشياء بسيطة، بس بعدين المهم شيء يكون الأساس قوي. نعطيكم زوز تطبيقات يعاونوني ياسر في الظروف هذه. أول تطبيق هو Shot Designer، نعمل به محاكاة قبل من تعدل تركيب السيتاب، موجود على iOS والأندرويد. والاختيار ألوان متناسقة ومتكاملة للخلفية نحتاج color wheel على iOS وإلا Color Assist Free على الأندرويد. كاميرا فوجي فيلم XT3، الكاميرا ممتازة لكن العيوب إنه السعر والتعقيد شوية بالاستخدام، وكمان أنا متعود على شاشة تاتش. ليش مش شاشة تاتش؟ الأشياء اللي حبيتها في الكاميرا الفوجي الأوتو فوكس، أنا كشخص يصنع محتوى حواري أكون في أتكلم وأتحرك كثير كذا، طلعت إن أنا ما أقرش بمكاني يعني كذا في حركة، فحلو إن الأوتو فوكس تبعها سريع فأتحرك براحتي ما أكونش أهم إنه أوه الفوكس راح الفوكس مش عارف إيش. هذا كان الجزء الأول من الحلقة. في الجزء الثاني مازن يشارككم قصته مع التنمر وأنا نجاوبكم على التجربة اللي كانت سبب في وجود هالبرنامج. البداية صعبة خاصة لما تكون أنت أصلاً تتعرض للتنمر بحياتك اليومية، خاصة من ناحية اللون والأشياء هذه، فما بالك لو أنت قررت أنك تعرض محتواك وتعرض نفسك كذا للعالم كله أنه يشوفك، والمجتمع هذا يقدر يعطي رأيه فيك بالتعليقات. فكان في تنمر قوي في البداية، خاصة أنه يعني كمان مجرد انه هو مش قادر يتقبلك بسبب انه قد تكون مختلف عنه او باختلاف باللهجات من منطقة الى منطقة، كان في ما فيش ثقة بالمحتوى اليمني، فكان على طول انت مش نافع تكون يوتيوبر يلا روح قفل، في كان سب يعني مش معارفين انه اصلا الواحد يصنع محتوى صعب ويتعب ويسوي شيء عشان يرفع الفيديو هذا.
فبالأخير تحصل أنواع سب غريبة، سب قوي يوصل للأم، يوصل لأشياء. كنت أقتهر بالبداية صراحة، أنا أفتح اليوتيوب أشوف التعليقات أحس بزعل إنه هذا هو المردود اللي يجيك من المحتوى اللي أنت تسوي. أنت حاول تخدم الناس وتقدم رسالة وتسوي شيء يفيدهم وتوعي الناس، والمقابل تحصل سب وإهانات وكلام بذيء وأشياء جدا كانت تقهرنا وتزعلنا. وأحس إنه يعني خلاص أكثر من مرة أقرر كذا إنه أنا بتوقف عن صناعة المحتوى وأشوف لي شيء ثاني، يعني بسبب التنمر. يعني صحيح إنه كان في ناس يشجعوا كذا، بس صراحة التعليق واحد سيء أو تعليق واحد مسيء كان يأثر فيه بشكل كبير. أغلب الانتقادات والسب اللي كان يجي لي على موضوع لون البشرة، يعني ألفاظ عنصرية من صغري وأنا أتعرض لها. بس إنه مثلاً يجي واحد يقول لك يا أسود، يا خادم، يا ألفاظ كذا كثيرة كانت تأثر فيه بقوة. لكن مع الوقت تعلمت كيف أخذ هذه الكلمات وكذا أكبها بعيد، أرميها مني. بالأخير لازم نتعلم كيف نستغل هذه الكلمات وهذه العنصرية وهذا التنمر بأن إحنا نكون أقوى. إجابة قصيرة على سؤال، نحب نساعد الناس على خاطر ما نحبهمش يعيشوا تجربتي. كل غرامة ما يستفيه كان نتيجة ردة فعل، الاحتقار ولا تعجيز. المهم في قصتي هو تجربتي في نادي السينما الهواية 10 سنين تالي. كانوا ديما يحسبوني هكا دخيل عليهم، مثلا كانوا يفرضوا عليا دي وركشوب وانا ما اخترتهمش، وما يحبونيش ننضم ليهم في الجلسات متاعهم. ووصلوا حتى افراد مقربين من المكتب التنفيذي عملوا صفحة على الفيسبوك ونعتوني بالجرثومة. هذا الكل سنحقت، لقيتوا ما يوصل حتى شيء، وحسيت اللي حلمتي بجدي عليا. هذاك علاش تعلمت نسامح ورتح بالي ونقدم. بعد عام تونس عاشت الثورة، وانا ريتها فرصة باش نبعد على المهنة متاعي والحاجة اللي قريتها معناتها، واستثمرت في وقت في حاجات نحبهم. واول استاذ كان ليا هو اليوتيوب، وثاني استاذ كان المجتمع المدني، وين لقيت فرصة نجرب نغلط نتعلم من اغلاطي ونعمل علاقات. لكن الجانب المظلم من الحكاية ذي كان أقوى، وفي الفترة هيكي ما أمن بي حتى حد وما عاوني حتى حد. إيماني كان أقوى أنه الطريق السعيد والظلام هذا هو السبيل الوحيد باش نحقق حلمتي ونخلي بصمتي، والأهم نوصل نعرف اللايف بيربس متاعي. ورا كل هذا كان فما وعد بيني وبين روحي أنه كي نوصل لمستوى معين من الخبرة والإمكانيات نعمل مشروع نرجع به الجميل للأساتذة متاعي. في تونس المشروع ذي كان اسمه Red Box، وفي سديم أول حاجة تعلمناها أنه نخرج خارج البوكس، فخذي حجم جديد ولا اسمه كوكبة. إدريس بركان عالم أعصاب يقول اللي الطبيعة مكتب، وأنا كتابي المفضل فيها هو كتاب علم الفلك والذرة. تعرفوش اللي الذرات اللي تكون مادة الجرافيت هي نفسها الذرات اللي تكون الألماس الدايموند، ذرة الكربون. الأولى موجودة بكثرة وتتفتت بسهولة، والثانية نادرة ثمينة وأصلب مادة في الكون. باش الكربون يولي دايموند لازم تتوفر فيه زوز ظروف. الظرف الأول هو ضغط شديد في باطن الأرض، والظرف الثاني ملايين السنين، يعني ما يجي حد شيء بالسهل، والأهم برشا وقت. كون الغائب الحاضر مش الحاضر الغائب، كون كاربون كون دايموند. إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة هذه. إذا عندكم تجربة أثرت في حياتكم شاركوها معنا في فيديو دراماتيك ما يفوتش دقيقة، وتبعثونا رابط الفيديو على الإيميل الموجود في الديسكريبشن، وأفضل فيديو نعرضوه ونحكيه عليه في الحلقة القادمة. نتقابلوا مرة جاية. باي باي.